صدق وانا شدقيس وريارهن صومالي وابل اسكو هاشي هذا قداء وحبل السوق هذا إني موسى اسكو فاميلي أنا كويري سيدنا ووي هاي أبتني ووي أبتني ووي أنه صلما أراكر تاسباب والعص سيدب معناه ووي هما تغنى موسى بيح ويدي سوق أرمو أوكي وابا قداء قبدا أنا واحا قبدا ولاشي سنة واحا قبه إن أبا قداء وأصور كذا أنك تصي أسوي كذا سيف عن أستجوي صور هذا كنت أسوي أبا قداء بعادي وقبيشري أنا أكون هاي أوكي مرقا وش وعدك تقول لي أتكات في عنو فيري في عنو فيري وأركي وأركي ووجينا ووجينا تبى كبارينا تاريخ ما شيء قلنا ما كقد بقلينا شعب كسومالي ما إخي يا مكران بينه ما إشي كران سوين كذي وأركا القدرية وأركا وأركا تاريخ عجيبة هايسا كابتن أوكي بل كنت يا قبقدي قبقدي باقة وقدم بيادو درسير ومضى سوماليات يو طبعا دتكن كداون دونا فرينتها أنا هل كانوا قدر الشعب كسوماليات ما دام هل كان مانتي تلفن كي كان أن كوسا بندقة يو معلومات كأن مانتي كاي مسبيحي رجيم كيسة وحين غنيسة ولا ليال شعب كسوماليات وذكر دان مانتي وكاسا أبا قدا سوي كذا وكاسا وحليد كجب هاي مانتي إن أي نمدونه نمن كان مسبح أرمو أشغينا يا شعب كسومالي ملك استوي جوجان وين أن قعمه إسقاب صنه وين أن إسكدع إنه وين أن نبود كلت منه تاسان وغبا أوكي شعب كسومالي إنه حنقع صنا يا مغال كان سيشير غريه ميل فوق نجارسية كابتنكا وحاو كم دياي عيد ماذا بدأ سوماليا دوان سو أفشار دونا ورجوفية دونا يا سيلع يلوجهيو كوس إنه كوس سقط كمان أهنا طبعا تليها جوتها كوباد طبعا جوتها برلق دونا يس إنه سو أفشاران إذا مثلا دونا يا إن أي ديجانا داس كوس واحد جدبان هذه مركا... إن شاء الله قول يا جبنير قول شعبك الصومالي قول 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 هالنورات صومالي هالنورات هالنورات هاي سرعة أتقن الدبادي اللي في كيو الصومالي ديت ك الله يتبيو آمين آمين قول صومالي آمين قفك استوى صومالي سلام الله عليكم ومضى صومالي سودوا هذا ملك صادفها ديت كشوكتان دوان أيه هاي مركي دلك تبوتي هشيس لغوك لي كبعدي ومصبيح أدو لي دلك إثيوبيا يسقوا هشيس بعدي لهلك كلاص صحيح ذي من حوين رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد عاو حيلة فرديا ويل كتر سنة إذا ماذا بضع دولة صوماليا وطبعا لغوما عابو كابتن عدون سودو كابتن هذه دولة اللي وندو هاي غاز إنجنير غاز ملك سوا جوكتان أصحاب إنجنير غاز كحيران إذن كنا سوف لو قرية أدبان ما هستي ساحب يا الملك سوا جوكتان كابتن سودو طبعا دلكيني هو يوالغو سودو لي وليبا صوماليز وحا يكمي ليسيهن قد يدا بادا دولكا عركا دي لغو سودو لي هير قنساح إيا هير قراع انتا إسكو حايستان طبعا لكن قد يدا يكمي ليسيهن قد يدا أمود الصوماليز ها قد يدا أي يكمي ليسيهن كابتن بالوحاد إيفا فايسا ما دامت عيدا ماذا كتر سنتهي بادا صوماليا محاي نيغر شايسان ولا هرت عيدا كبادا صوماليا كدي بربركي الصومالية ودن كان قال على أساس سياسيات بكرة عبده إنه هو إسكا أم لحمة إسكا هين إن إذا ماذا بده الصومالي أنا حتى ما أنتي وأقول له إسكا الله ينكره إن مركب كله إلا إسكا الله ينكره مدعيني هراء ومدى الصومالية محمد عبد الله فرماتشو إن ربي هافدي باكش غيي إن إذا ماذا بده الصومالي ما أنتي أي نغنه كله إسكا الله ينكره وده بدن جيس كأفريكا وحين هين دافع عد لجوسه تبرير إريتريا أنا قريب أها واحد كم إذا هين إذا مدي إريتريا لجوسه تبرير عيدن كبدة الصومالي مركز سلاس درت أود عيدن وما أنتي توبي أنا سكدة إنه بالين هاي درجة يدونه واسد عدقلي أوكي كابتن وحاجر تي إثيوبيا شلي شركة إيجاد دلك واندا كفر مايي ودمودي سوي مادين إن دكتور أبي أحمد ولاية هذا كل علينا يو وحان رمنا بض قر يقدر دربه وهلينا سولما أورن كرو إثيوبيا ود كيدان قلاي حقيقة هو واحد تاي إن سيلا هي اللجهية وحين قوم دونان حبالها إثيوبيا سدا أي قصة إنه قطع حبالها يهود إسرائيل حبالها إثيوبيا نقولها هذا ما أي سن صوب بلعبن دم عضو وحن كوه هي بقر ليجي زو نيل أورنجري أو منيلخ كدم بيجي بروحه سب وما ليس أكويمد كن يسقال بقول يتدودي مجال ده هرجيس أو وياش يدي حل جاس شوقي هرجيسة بروحه دهن مايا إنجليز كمركز شوقي هرجيسة ويددين و1907 حل جاس وياه حل جاس دم عضو نروح الصوت إحنا إلى يا منيلخ أنا كمركز تاريخ الدب بارو
waxa ku qornayd in ay afar jeer dhahan hana la siyo ingiriiskan uu yiri oo xilliga Soomaaliya qagoolada uu qoyaystay war dadkan dad ma taqaanay anagii bay nagu adkayeen oo waxin dhahay ibadkiinu halkan kuma dhali kartaan idinku amxaaraayo xiriir dagaal soo jireedan kala dhaxay maxaad mooda dagaal soo kaya ka dhacay oo xoog badan geeska Afrika marka Eritrea UC Eritrea dib bay inta shaxday ka fahmay 30 sano dagaalameen ilaa 90kood ay la soo laabteen marka maanta anoo qaranka Soomaaliyeed anaga hadaan ahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliyeed shacabka yagow nagu karsoonada anaga maanta waxaan nahay wiilashini anaga ayaana amxaar in jirley iyo oromaba meel saareyna haday ahaan lahayd quwad ciidan haday ahaan lahayd kaalmo ciidan guud ahaan Soomaaliya maanta siyaasad ahaan marka laga hadlayo diblomaasiyadda waan ugu adkaanay waxa hare ciidamada lug ah waxay iska dhicin waayeen 100 wiil oo mataqaanayay yar yarka nimanka argagixisada ah bay iska dhicin waayeen maxaad mooda ciidamada iyo shacabki Soomaaliyeed oo isla socda ama xaaro waa dadka ugu maskiinsan way ciidamada Soomaaliyeed habeenkii way dagaalayay ugu habeenkii hurdan habeenima wadanka ka jafina waxaan noo qorsheysan hadaan ciidanka badda Soomaaliya in aynu gacanta ku soo dhigno dhulka Soomaali galbeed oo waxaad ka wadaa waaba yaabannahayba anagayna soo guriyeen Soomaa dhul baaba naga maqan anagu dhul laga si maqan yahay waxaan ballan idan kaga qaadaynaa shacabka yagow in aan dhulkii Soomaali galbeed gacanta ku soo dhigtaan ma taqaanayay ugaadeen iyo oran jiray in aan gacanta ku soo dhigno okay tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo kuxigeenkiisu intaa waxay ku celceliyaan bad een sala een hadda een ciidamada badda Soomaaliya ama ciidamada umada Soomaaliyeed ma u diyaarsan yihiin in ay rajiimka dawladda Itoobiya ay gacan bir ku soo dhigaan wax walba horta waxba ka horreeya anaga Itoobiyaan waxa noo jibshay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waa maanta Itoobiyaan iyo Habashi waxa noo jibshay walaalkay Muuse Biix baa noo jibshay waxa ka horeysa Abi Axmed inaan Muuse Biix sareeban gaal iyo adna aadan habartan aan tunka ku soo dhigo oo tunka oo kuwaas oo dil toogasho lagu xukumaa dil toogasho aynu ku toogno iskuul buluus iyo xamar madaxtooy aan iskuul meesha dilka toogashkeer ka xamar baa rabnaa inaan ku toogno hadaan ciidanka badda Soomaaliyeed waana noo fududahay oo wallahi halkaan ka dusina sayrac baan saasi marayna waa soo jibinayna aad u si weyni fududahay inaad gacan bira ku dhigtaan ciidamadan Itoobiyaanka waxaan looga horeeyay marka ugu horeysa dadka aan rabno inaan xabsiga dhigno ama aan toogno ama aan rabno inaan khaarijino waa Muuse Biix salaaban gaal adna aadan iyo ina kaahin okay laakiin kaptan tusaale ahaan dadkaas waa dad da'a soo lama oran karo waa xilligii qoomiyaridkayba joogaan iyagoo ay saa tahayba haddana dambiyo sii galayaan aad iyo aad u xun oo dabcan inay masiirkii ama dhulkii awooyaashood ay dhahaan amxaaraan u gelinayna soo ayaan daramaaha xaqiiqada waxay tahay ma taqaanayay dadkan inay khiyaamo qaran ku kaceen ay dad dhan gumeeyeen awooyaalna wax ka garan mayaan su'aadna habartii lahayd ma ahan hooyaday waxay ahayd gaalad diimaha oo dhan baan ixtiraamayaa dadkaas anigu wanaag ka sugmayo haddaan ahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliya waxay noogu xukuman yihiin dil toogasho ah khiyaamo qaran bayna ku kaceen sida uu professor Jawaar sheegay okay waxaa kuu soo haray horjoogaha gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya Muuse Biix intaas wuxuu ku celcelinayaa xataa Jabuuti hadda waa la culoobay Jabuuti xuduudkii waa ka xiratay baasaboorkiina waa ku cishatay soo lama oran karo albaab kasta oo dabcan uu ku badbaadi karo iska sii xiraya hadda Muuse Biix ma taqaanayay wuxuu noqday shimbirtiinta dabka qaaday buulkeeda gubtay Muuse Biix kacdoonkii xabadii ka bilaabay laascaanood maamulkiisa si khaatumaan ku awarmay badii Itoobiya faarahda markuu nagashanay Oodal State baa lagu aqoonsaday baasaboorka xunka Jabuutiyaanka ku duul jirteen waa laga jirtay de maxaa meeshu yalle hanni cilaysa weeye loodiisii buu gabadhii ku afuufayaa bir loodiisii soo lama oran karo tusaale ahaan Muuse Biix laftinaga aadaya lacal hadii waa ba xaqiiqada taas way ka go'an tahayba laftin Muuse waa yahuud waa amxaar Muuse waa oran buu xaqiiqada ma aha reer shaqsa laakiin jaamac shabeel oo ah nin aqoon yahan oo ka soo jeeda beelaha Isaaq waxa uu dhahay beelaha Isaaq kala bodobod waa oromo bentis maan wallahi oo billahi oo tallahi basbe isagoo ula jeeda yaani wuxuu la jeedaa gabiilay wuxuu dhahay dadka ka soo jeeda oo Muuse qabiilkiisa ama jifidiisa kala bodobod wuxuu leeyahay waa oromo anaa ku dhahay waxaan hadda halkan ka tusayo sawirkan aad u jeedid waxa weeye waa 1992 halkan waxa ku jira Muuse Biix halkaas kalena waa oranka abaagada abaagada waa qoyskooda waa marka gabadha lagu dirayo ina Muuse Biix walaashis abaagada lagu diray abtibuu yahay marka
وكاسا أباغدا سوشدان وكاسا وحاليد كجبهاي مانتي إن أي نمدونه نمن كان مسبح أرامو شقينا يا شعب كصومالي ملك استوي جوجان وين أن قعمه إسقاب صنو وين أن إسكدر عنه وين أن نبود كرت منه تاسان وغبا أوكي شعب كصومالي إنه حنقول عصنا يا مقال كان سيشر غريه ميل فوجن جارسيا كابتنكا وحاول كم دياي عيد ماذا بدأ الصومالية دوان سوا أفشار دونا أرجوفية دونا يا سيلع يلوجهيو كوس إنه كوس سقى كمان أهنا دبعا تليها جوتها كوباد دبعا جوتها برلق دونا يس إنه سوا أفشاران إذا مثلا دونا يا إن أي ديجانا داس كوس واحد جدبان هذه مركا... إن شاء الله قول يا جبنير قول شعبك الصومالي قول 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 هالنولات صومالي هالنولات هاي سرعة أتقن الدبر اللي في خيو الصومالي ديت ك الله يتبيو آمين آمين قول صومالي آمين قف كست أو صومالي مقال كان مال دير 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 هجرسيو وحلو ربه ما دام عيدا كبدنا هاي طلابة أن قادي دون نسي عدا الصوص على رجال كقول سنا ونحمر دون عيدا ماذا بده الصومالي عيدا كتبي أي سماي سطيبة إن هذا التاجرتان ما أنت وينك كوفيل النهاي هذا وين النجا كذا إذا كبدا الصومالية ويرشني النجا هو يوين كصومالية وأنا عانا يقدرت أن لدب وتشوكان قبل هنا الصومالية وأنا بيها النجا دب قدان لأن يرى الصومالي يقول قادك وين حريه إذا ماذا قرن كصومالية تكان ماذا عينا الصومالي رجل سارة وإن لو تاجروا معارض محافظ وين ميرلس كده هير قن سعي هير قرع ميرلس كده مر كانوا كل وقت كاتي حالدو أتكاتي وحال الله تقال لهم يا إنه من كدر أرجع حسدي أرجع حسدي كونا كدر حتى طبعا أرجع حسدي حتى لأن كنا ويا مر كانوا أرجع حسدي ده هو وصلنا مر كان أنا قلنا هو يسلد دولنا الصومالي هدانا وين الاستدفاع وقف كستو قرن كصومالي يد شغلة قب بيرنتاي كغبو قبل يالد دانا يوحاني هير قن سعي هير قرع نقدر أنت إنه يسلد جوجنا كوكفتو إنه لكن مر كحالدو حقا يا مالك شو مركي تكتو؟ بربر كي كبح دوا بكيل الله. بربر كي كبح دوا بكيل الله. قال المقال كسيشر غريه. تشاو تشاو.